وعد الله تعالى. لقد سقطت دولة الخلافة وابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدا رويدا، فتناولتهم السبل ومخروا عباب بحر الفرقة اللجب، وابتعدوا عن شاطئ النجاة، فاستوت بهم سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم، غابوا في غيرهم، حتى صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من الكافر، لا في المظهر فحسب، بل حتى في الصميم من الأخلاق والأفكار والعادات. وعلى حين غفلة من هذا المارد النائم، لملمت فلول الشرذمة المغضوب عليها قواها المبعثرة، وأعادوا الكر على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم، فأذلوهم وأذاقوهم ألوان الخزي والعار، وانهالت الإمدادات على أمة القردة والخنازير من أمة الضالين وعبدة الطاغوت، فأصبح اليهود أكثر نفيرا من المسلمين، وجعلناكم أكثر نفيرا. الإسراء يا ستة، ها هم رعاة الأمة إلا من رحم الله، قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاة، وتورؤوا من الإسلام وتنكروا له، وأرادوا أن يحلقوا في الدنيا بجناح المادة فخذلهم جناح الإيمان، فكبوا على وجوههم، وتولى الله تأديبهم على يد من لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، فتراهم متخبطين في كل قطر أذلة في كل وجه، يسومهم أعداء الله سوء العذاب، ويفرضون عليهم الخزي والعار، ويتخذونهم مطية رخيصة ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتية والتلمودية، ولكن لن يتم لهم ذلك ولن يجنوا ثماره بإذن الله، لأن الله عز وجل قضى وهو أحكم الحاكمين، ووعد وهو سبحانه الذي لا يخلف الميعاد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الإسراء يا 7 و8، أي إن عدتم للإفساد والعلو في الأرض، عاد الله عليكم بتسليط أعداءكم عليكم كما فعل في الإفساد الأول، إذ قال سبحانه: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الإسراء 5. وفي المرة التالية قال تعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الإسراء 7. حتى تعود فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية هجام غضب الله عليهم، ويحرر الأقصى الأسير، ويفتحه خليفة المسلمين من جديد، كما فتحه من قبل عمر الفاروق وصلاح الدين الأيوبي. ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميا خالصا في سبيل الله وحده، لا قوميا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم، ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن يحرقه ويبيده، ولن يهزم شركهم إلا توحيدنا. ولعل تعقيب الآيات بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإسراء 9، فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدس وقبلتنا الأولى هو كتاب ربنا لا غير. ويقتضي هذا أيضا أن قضية فلسطين لن تحل سلميا، ولن ينعم اليهود أبدا بالسلام الأبدي الذي يحلمون به، وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الإسراء 104، فإنهم سيجتمعون لفيفا في أرض الميعاد من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، يلبون نداء القدر الذي قضى الله به عليهم منذ الأزل. وإن استمر الإمداد المادي من عباد الصليب وغيرهم، فهذا ما أخبر به الله عز وجل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. الإسراء 6. والحاصل
أنه لن يهدأ للمغضوب عليهم بال، ولن يقر لهم قرار إن شاء الله، لأن الله عز وجل قضى بمنع ذلك. أما الخريطة التي نقشوها على باب الكنيسة، بل التي يرمز إليها علم دولتهم الذي يحتوي على خطين أزرقين أفقيين متوازيين، أحدهما يشير إلى النيل والآخر يشير إلى الفرات، بينهما أرضية تحمل نجم داوود، والتي يرمز إلى امتداد سلطان دولتهم من النيل إلى الفرات، فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم المنحطة وقلوبهم الصلبة القاسية كحجارة الكنيسة التي نقشوها عليها أو أشد قسوة. وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التي ذكرنا تستلزم قيام خلافة راشدة على منهاج النبوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا أي وراثيا فيكون جبريا أي قهريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يقول مؤلف الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان يحكم بالكتاب والسنة، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، يبايع وهو مكره، يحكم 8 أو 7 حجج، يكثر المال في زمانه ويحثوه ولا يعده. هو محمد ابن عبد الله من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد فاطمة رضي الله عنها، وهو إمام عادل تقي وحاكم منصف. وليكن معلوما لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور المهدي، وليس كما يعتقد الناس وتزعم بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ أن الخلافة يرجعها المهدي وهم ينتظرونه، فإن هذا ما لا دليل عليه، بل هو وهم وخرص وتخمين. فخلاصة ما ورد في المهدي ما تقدم ذكره، ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين يسترجعون بيت المقدس من اليهود كما سبق ذكره وتبيانه، بينما المهدي يكون عند ظهوره في بيت المقدس. ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال: وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذا نزل عيسى الحديث. واعلم أنه لا يوجد نص صريح يجزم بتحديد مكان أول ظهور المهدي، والبعض يرى أنه سيظهر في الشام بناء على الحديث الآن في الذكر، وكذا حديث أبي هريرة المتقدم، ويرى البعض أنه يخرج من المشرق اعتمادا على حديث ثوبان رضي الله عنه: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، وقد ضعف هذا الحديث. ويرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينة. قال القرري في شرح الفقه الأكبر ترتيب القضية أن المهدي عليه السلام يظهر أولا في الحرمين الشريفين، ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال، فينزل عيسى عليه السلام من المنارة الشرقية في دمشق الشام، ويجيء إلى قتال الدجال فيقتله بضربه في الحال، فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي رضي الله عنه وقد أقيمت الصلاة، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم. لأن بيت المقدس يكون في أيدي المسلمين، وبيت المقدس الآن يرزح تحت نير الاحتلاف الصهيوني اليهودي البغيض، فلا بد من قيام الخلافة قبل المهدي، لأنها هي السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد.